بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه المحاضرة نواصل وننتقل لشيت نمبر 2 بالنسبة للسوفتوير انجينيرنج، واللي هي زي ما واضح من العنوان بتتكلم عن الـ requirements engineering. دي المواضيع التي يتم شرحها في الشيدة الثانية Requirements Engineering Components ولا Requirements and User Stories, Agile Methods for Effort Estimation and Work Organization, Requirements Analysis, Acceptance Test and Types of Requirements. طيب الـ Software Requirements تعريفات نظرية مهمة. A requirement specifies the business functions that the user will be able to perform using the system to be. يعني هي بتحدد وتوصف لنا المهام الوظيفية للمجال العمل المعين، والمهام دي بيطلبها user محدد. يعني user ده عاوز system to be، system اللي احنا عاوزين نطوره ينفذ المهام دي، يعني او يستخدم السيستم لتنفيذ تلك المهام. In different situations or contexts، يعني طبعا في حالات مختلفة المهام اللي حينفذ السيستم دي، حالات مختلفة في اوقات مختلفة، ممكن في context مختلفة. يعني the kind of experience the user will have during this work. وايضا ال requirements ذاتها بتحدد لنا نوع الخبرة أو التجربة اللي حيواجهها اليوزر عندما يقوم بتنفيذ تلك المهام باستخدام السيستم المعني. في أشياء أخرى برضو بتكون ضمن الريكويرمنتس اللي هي other concerns اللي هم such as how the system will manage the resources، كيف سيدير السيستم الموارد المتاحة، مثلا الحوسبة computing network، كيف بيدير الشبكة ويتحكم فيها ويستفيد منها إلى آخره. And how the system will manage and protect users' data. أيضا كيف سيقوم النظام المتوقع والسوفتوير أو السيستم بإدارة وحماية بيانات المستخدم. طيب الـ user requirements will often be high level, vague and incomplete. عادة متطلبات الـ users بتكون يعني هاي ليفل، بمعنى ليست مجمله جدا، يعني ما مفصله، واحيانا بيكون فيها نوع من الغموض فيك، وايضا incomplete غير مكتمله. ده شيء طبيعي يعني في الريكويرمنتس اللي تؤخذ من اليوزرز. They are more like high level goals or business goals rather than software requirements needed by the developer. في الغالب بتكون الريكويرمنتس دي زي الأهداف عامة كده، high level goals، أو زي الأهداف بتاعت مجال العمل أكثر من إنها مواصفات دقيقة لبرنامج أو سيستم معين. When trying to achieve a given high level goal, we will need to consider what matters. يعني لما نكون دارين نحقق النوع ده من الـ requirements، بنفكر في الحاجة المهمة بالنسبة لنا في السيستم، الحاجة اللي حتطبق فعليا في السيستم شنو. اوكي، بمعنى اخر في زي ما نقوله حشو كثير جدا وكلام كثير احنا بنحذفه وبناخد منه زي ما بنقول الزبده، يعني الحاجه اللي حتكون فعلا لها تطبيق فعلي او عملي في السيستم دي بنركز عليها. What matters، what matters، what are the important parameters، ما هي المعاملات المهمه اللي حتاثر لنا في السيستم فعليا وتؤدي الى وظائف محدده وعمليات محدده. So that we can drive the detailed technical requirements. ده مهم جدا عشان نحدد المواصفات الفنيه والتقنيه للسيستم المطلوب. Only based on deeper understanding of detailed issues we can identify important scenarios or situations. طيب الفهم العميق جدا للتفاصيل بتاعت الـ requirements دي بيتمكنك انك تحدد العمليات المهمة او الخطوات المهمة في كل عملية، اللي هي الـ important scenarios
او الـ Importance Equations. مقصود بها هنا خطوات المهمة لكل عملية من العمليات هي شنو. And identify what parameters should be considered in each situation. وما هي المعاملات التي يجب وضعها في الاعتبار لكل واحدة من هذه العمليات أو لكل حالة من هذه الحالات. Then, using these parameters, we decide what the system should do. اعتمادا على هذه المعاملات أو الparameters بنحدد ماذا سيفعل السيستم or how to respond to this situation. أو ما هي ردة السيستم، ردة فعل السيستم لمدخلات معينة أو لحالة معينة أو وضع معين. طيب هنا دي الـ requirements process، هي عملية تحديد المتطلبات، فيها زي ما واضح ثلاثة three phases اللي هي requirements gathering و requirements analysis و requirements specification. يعني في ثلاثة مراحل للمتطلبات، أولا جمعها gathering، ثم تحليلها analysis، ثم تحديد المتطلب منها يعني. طيب الاثنين الاوائل ديل اللي هم متبعين اللي هي الجاثرنج دي موجوده بغض النظر عن طريقه بناء النظام، زي ما احنا بنعرف في بناء نظم المعلومات في طريقه اسمها الاوبجكت اورينتد اناليسيس اند ديزاين، في طريقه اقدم اسمها الاستراكشر سيستم اناليسيس اند ديزاين او الاستراكشر اناليسيس اند ديزاين اختصارها شنو؟ ساد. الاثنين بيتبعوا نفس الخطوات دي اللي هو جمع البيانات والمعلومات او المتطلبات يعني، ثم تحليلها، ثم تحديد مواصفات السيستم منها. طيب الخطوتين الأخيرتين دول بيسموهم أحيانا الـ Aspect Oriented Requirements. Aspect Oriented Requirements أيضا الطريقة بتاعت الـ Agile Development ما بتمشي بنفس التركيب ده، أو في الحقيقة بتكرر الحاجات دي. يعني في الـ Object Oriented وفي الـ Structure بنمشي الـ Gathering ثم الـ Requirements ثم الـ Specification بالترتيب ده، أما في الطريقة بتاعت الـ Agile فممكن تاني نرجع نكررهم مرة واثنين وثلاثة إلى آخره يعني، أو ربما نعملهم الثلاثة في نفس الوقت. يعني يكون في تيم شغال Gathering وأي معلومة بيجمعها بيديها طوال لفريق آخر يقوم بتحليلها، ثم فريق ثالث يقوم بتحديد. ده بالنسبة للـ Agile، عشان كده هي دائما سريعة في بناء نظم المعلومات. الإيجاد دي طريقة بتاع التطبيق طبعاً، طيب طريقة جديدة أحدث من الأوبجكت أورينتد. أقدم واحدة الساد اللي هي Structured Analysis and Design، بعدها جات الأوبجكت أورينتد Analysis and Design اللي هي الـ OOAD، بعدها جات الإيجايل، وفي طرق أخرى حديث عنها. طيب يبقى Requirements Engineering Components، مكونات الثلاثة دي نتكلم عنها بتفصيل أكثر. Requirements Gathering اللي هو جمع المتطلبات، اللي also known as AKA اختصار ل also known as، تعرف أيضا باسم requirements elicitation. requirements elicitation لاستخلاص المتطلبات. أوكي دي helps the customer to define what is required، بتساعد الكاستمر إنه يحدد المطلوب شنو. الكاستمر ده اللي هو اليوزر يعني الشخص اللي هيستخدم النظام. What is to be accomplished؟ ما المطلوب إنجازه؟ How the system will fit into the needs of the business؟ كيف سيقوم السيستم بتلبية احتياجات البزنس المعين؟ And how the system will be used on a day-to-day basis؟ وكيف سيتم استخدام هذا النظام في الأعمال اليومية للمؤسسة؟ Requirements analysis refining and modifying the gathered requirements. اللي هو بعد ذات انت الاناليسيس هو عملية بتاعت ريفايننج، يعني حذف الكلمات اللي ما في لها داعي، التركيز على كلمات اساسية وكده، واضافة المعلومات الناقصة، حذف المعلومات الزايدة الى اخره، بيسموه ريفايننج اللي هو تحسين وصف الحاجة المطلوبة. ريكويرمنت سبيسيفيكيشن مقصود به عفوا documenting the system requirements in a semi-formal or formal manner. بنكتب مواصفات السيستم بعد كده، السيستم اللي عاوزين نبنيه، بطريقة رسمية أو شبه رسمية،
to ensure clarity للتأكد من الوضوح consistency الاتساق and completeness والاكتمال. طيب practical requirements engineering يعني الممارسات العملية اللي بتفيد في عملية requirements engineering إنه test your idea in practice and use the result in further work. Iterate through these creative and evaluative steps until a solution is reached. Okay. يعني الفكرة بتاعتك اعمل لها تيست، اختبرها عمليا والنتيجة اللي بتحصل عليها استفيد منها في الخطوة التالية أو في الأعمال المستقبلية. خلاص؟ وتكرر هذا الأمر iterating through these creative and evaluative steps until a solution is reached. فأنت لحد ما تصل الحل بتعيد تكرر تعيد تكرر، كل مرة بتحسن طبعا، تحسن الكود بتاعك وال الديزاين ثم الكود الديزاين ثم الكود لحد ما تصل لحل مقنع بالنسبة للكاستمر. No one can know all the constraints for a solution before they go through the solving experience. ما في زول حيقدر يحدد القيود بتاعت البرنامج اللي انت حتعمله اللي هو السوليوشن ده إلا إذا كان مر على كل الخطوات بتاعة بناء النظام اللي هو solving experience. Define the criteria for measuring the success. المفروض انت من الاول تكون محدد المعيار اللي انت حتقيس بيه انه نجحنا في بناء السيستم المطلوب ولا لا. دي الكرايتيريا للنجاح بتاعك اللي هو بيسموها الاكسبتنس تيست، القبول، اختبارات القبول. يعني السيستم ده مقبول للمستخدم، ما حيقبل المستخدم طبعا الا اذا كان بيحقق كل الاشياء المطلوبه منه. Avoid random trial and error by relying on domain knowledge. يعني تجنب الأشياء العشوائية والمسائل المبنية على التجربة والخطأ بالرجوع للدومين knowledge اللي يعني احنا تكلمنا عنها. لازم القانون الأول بتاع هندسة البرمجية domain knowledge اللي هو ده from publications or customer expertise. يا يعني إما حيكون الدومين نولج ده حتلقاه موجود في مستندات وأوراق كثيرة جدا حتقراه، أو حيشرح لك الشخص اللي حأنت تعمل له السيستم اللي هو الكاستمر يعني خبرته يوريك المجال اللي بيستخدم فيه كده. طيب requirements and specification، العلاقة بين الاثنين، المتطلبات والمواصفات أو specification يعني. فهنا في عندنا الشكل البيضاوي الأول يمثل الـ Problem Domain، مجال المسألة أو السيستم اللي عاوزين نبنيه. الشكل البيضاوي الثاني يمثل الـ Solution Domain، يبقى فيه مجال المشكلة ومجال الحل. الحل اللي هو عبارة عن برنامج كمبيوتر خلاص، والبروبلم دي نحن بناخد من الكاستمر الوصف بتاع المشكله وبنطلع منه الريكويرمنتس. بين الاثنين ديل بيطلع لنا السبيسيفيكيشن اللي هي جزء منها بناخدها من الريكويرمنتس اللي يدينا لها الكاستمر، وبنقعد نحللها وبنطلع بمواصفات معينه لبرنامج كمبيوتر سيقوم بحل تلك المشكله. يبقى هنا في اناليسيز، يعني نحن بنعمل اللي هو ده زي ما مكتوب هنا ده software engineer analyzes، يحلل ال requirements عشان يحدد specifies ال specifications بتاعة البرنامج، وبعدين يقوم ببناء ذلك البرنامج develops the program اللي هو طبعا ما حيبنيه بنفسه، هو بيصممه في الورق وبيديه للمبرمج عشان يقوم بكتابته. خلاص؟ we receive customer problem statement not the requirements. انتبه جدا انه نحن بنستقبل عادة وصف الزبون للمشكلة، قد يكون هو ما فهم المشكلة صح. اوكي؟ يعني ممكن يكون المطلوب ليس ما وصفه الكاستمر. يعني هو ما فاهم، في حتة ما فاهم حيوصفها لك بطريقته. فأنت تنتبه لازم، عشان كده الأناليسيز مهم. تيجي تصحح له كلامه، أنت والله الوصف اللي قلته ده ما الحاجة الصحيحة، الصحيح كذا وكذا إلى آخره. طيب
هوقف هنا لأن الجزء الطويل هياخد زمن كتير، فهعمل تسجيل آخر لإكمال